تهدف خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي إلى توفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام يواكب السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للإمارة، والوصول إلى نسبة الصفر في معدل حوادث الطرق. وانطلاقاً من هذه الرؤية الحكيمة، تقوم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بالعمل وفق آليات رؤية أبوظبي 2030 تماشياً مع النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات. ويتجلى ذلك في استراتيجية الشركة منذ تأسيسها عام 2000 في توفير تجربة تعلم مثالية من خلال تصميم دروس القيادة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والتكنولوجية المعترف بها عالمياً، حيث تقوم بالبحث والتصميم والتطوير ثم تطبق أفضل الممارسات من أجل تحقيق أعلى مستوى ممكن للسائق والركاب وأمن وسلامة الطريق. ويتواكب الجانب النظري مع التدريب العملي، إذ تعمل شركة على تعزيز الثقافة المرورية على الطرقات، وذلك من خلال نشر التوعية لضمان سلامة مستخدمي الطريق ونشر المسؤولية المجتمعية والحصول على الاعتمادات الدولية والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات لتحقيق أفضل النتائج في مجال القيادة والسلامة المرورية. ومن خلال الابتكار في تسخير التكنولوجيا المساعدة في التدريب باستخدام أجهزة المحاكاة وبرج المراقبة الذكي وتطبيق الآليات المتطورة والاستدامة، أصبحنا الشركة الرائدة في تقديم دروس القيادة النظرية والعملية والفحص وفق أعلى المعايير التي تلبي تطلعات دولتنا للريادة والتميز على المستوى العالمي، حيث ترتكز آليات تدريب السائقين على تقديم مناهج دراسية متكاملة من أجل الحد من خطر الوفيات والإصابات الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للمركبات على الطرق، بما يعزز السلامة المرورية. ولعل ذلك هو ما يفسر الجودة التي توفرها شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في تعليم وتدريب السائقين الذين يرغبون في الحصول على رخصة قيادة من مختلف الفئات، بدءا من المركبات الخفيفة ومرورا بالشاحنات والحافلات والدراجات النارية والآليات الخفيفة والثقيلة، حيث يتم تدريب السائقين حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما يتم تقديم دورات تدريبية تخصصية في القيادة الدفاعية والقيادة الاقتصادية والقيادة المتقدمة والقيادة الصحراوية والقيادة المهنية المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية والدراجات الثقيلة والتدريب الخاص بالحصول على التصاريح المهنية. وقد حققنا ذلك من خلال تركيزنا على تطبيق أحدث معايير الجودة في خدماتنا، مع الحرص على مراجعتها وتحسينها باستمرار، وتوفير خدمات التدريب على القيادة بكفاءة وتعزيز وتحسين السلامة على الطرق، مع التزامنا بالشفافية من خلال تطبيق نظام حوكمة فعال. تتخذ شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً، كما أن لها 6 أفرع، وذلك في كل من مدينة العين، منطقة الظفرة والمرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما، ولها خطط مستقبلية طموحة للتوسع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، بالإضافة إلى دمج مجالات النقل والتنقل في استراتيجياتها الاستشرافية لمستقبل نقل آمن ومتطور ومستدام. شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، كن حكيماً، خذ بأمان.